واش محتاج الافكار ابداعيه جديده؟ الحل بسيط وسهل، ما عليك غير تمشى، حيت المشي والجري عندهم علاقه وثيقه بالتفكير الابداعي. ملي كتمشاو اولا كيجريو كيتم تنشيط الدوره الدمويه وتدفق الاكسجين للدماغ، الشيء اللي كيعزز وظائف الدماغ وكيحسن التركيز والانتباه، الشيء اللي كيؤدي لتحفيز التفكير الابداعي. حيت الحركه البدنيه كتساهم في تحريك الطاقه في الجسم وكتعزز التفاعل بين العقل والجسم. عاد ملي كيكونوا خارجين اثناء المشي كيستمتعوا بالطبيعه والمناظر الجميله، الشيء اللي كيساهم في تحفيز الخيال وتنشيط العقل وبالتالي تعزيز التفكير الابداعي. وعاد ما ننساوش ملي كيكونوا كتمشاو كنكونوا كنفكروا بعمق مشاكلنا، الشيء اللي كيساعد في اثاره الافكار الابداعيه، وكتولد عندنا حلول جديده، وكنفرغوا العقل من الضغوطات وكنحفزوا التفكير الابداعي. الابحاث العلميه اللي تمت ليومنا هذا كشفت ان الجانب المتباعد للتفكير خارج الصندوق الابداع هو اللي كيتم تعزيزه بدرجه كبيره خلال النشاط البدني.